اهلا بيكم في كايرو جاردن. النهارده هقول لكم ايه الجديد في الجنينه بتاعتي. هنبدا بالجهنميه. في البدايه الجهنميه بتاعتي طلعت ورد اهو اخيرا. انا قلت لكم قبل كده على السر بتاع ازاي بطلع ورد في الجهنميه، واني بقطشها ولما بتعطش خالص برجع احط لها ميه كتير واسيبها برده تاني لغايه لما تعطش. وزي ما انتم شايفين ده بيخلي الجهنميه تطلع ورد. فانا دلوقتي الجهنميه بتاعتي بدات تطلع ورد، وده شيء كويس جدا. وبعد ما الورد ده يخلص هقص الفرع بتاعه علشان طبعا تطلع ورد مرة تانية ويحفزها ان هي تطلع ورد تاني. بالنسبة للمانجا زي ما انتم شايفين اهي دلوقتي كبرت. فاكرين الفيديو بتاع المانجا؟ المانجا بتاعتي دلوقتي الورق بتاعها هو كبر، ده الفرع الصغير اللي احنا كنا حاطينه. زي ما انتم شايفين اهو الورق بتاعه بقى بيلمع وجميل، ولسه كمان طبعا هيكبر اكتر من كده. ده الفرع التاني، ده اللي كان البذرة الكبيرة فاكرين اللي زرعناه هنا في الشالية البيضة دي، اهو كبر وبقى ممتاز. وده الفل اللي انا كنت قصيت منه الورق بتاعه، الورد بتاعه. زي ما انتم شايفين اهو بدأ. طبعا اللي انا عملته ده حفز فروع جديدة ان هي تطلع. بص قد ايه فروع جديدة، كل ده طلع بسبب القص اللي انا عملته فيه. طبعا حاجة تزعل ان انت تقص الزرع بتاعك، بس هو ده اللي بيحفزه ان هو ينمو. دي كانت واحدة من الفل بتاعي. هوريكم التانية. الفل التانية اهي برضو نموات كتيرة جدا طالعة. بص الفرع فيه كام نمو، لسه ما طلعتش وردة طبعا بعد ما انا قصيت الورد كله. هي ازهرت خلاص، انا كده مستني ان هي تزهر مرة تانية. الياسمين انا لسه كل يوم بقص منه ورد، شغال كويس جدا جدا، ما فيهوش اي مشكله. وبرده كله نموات جديده اهي زي ما انتم شايفين، وشكله ممتاز وبيطلع كل يوم ورد. يعني دي مثلا هتطلع ورد النهارده بالليل. الليف بتاعي انا كنت نقلته لشاليه اكبر زي ما انتم شايفين هنا اهو. بدا يمسك في الحديد اهو، وهيمشي بقى. انا عايز امشيه في الاخر على السور، يعني هيمشي كده اهو على السور. طبعا دي الخطه، هل هيعمل كده ولا لا على حسب قوته طبعا. تمام. المانجا اللي حطيتها هنا في التراب ده ما طلعتش لسه لغايه دلوقتي، فما فيش جديد فيها. هوريكم بقى المانجا التانية اللي انا كنت حاطط بذورها في الميه برضو. اثبتت ان طريقه الميه بصراحه بتطلع البذور اسرع من في الرمل على طول. انا هبص المنظر، دي البذره وبص مطلعه ساقه قد ايه. اللون البني ده من البذره نفسها، يعني انا حاطط البذور في الميه مش ممليه لغايه الاخر، يعني بسيب نصها كده فوق. بعد اسبوعين او حاجه بتطلع، يعني زي ما انتم شايفين اهي. بص مطلعه ساقه قد ايه، زي ما انتم شايفين اهي. بص الساق دي فكره ممتازه. يعني افتح المانجا او اتفرج على فيديو المانجا بشرح لك فيه ازاي تعمل البذور وتحطها في ميه، او طريقتين تانيين اللينك هحطها لكم هنا. ادخل عشان تتفرج على الفيديو بتاع المانجا. فعلا دي احسن طريقه لزراعه المانجا، هي ان انت تحط البذور بعد ما تفتحها في ميه. هتطلع لك، وانا هستنى لما تكبر شويه وبعدين احطها في التربه. هتبقى زي التاني هوريه لكم اهو. هتبقى زي دي كده، دي انا حطيتها في التربه البذره اهي. دي من واحده بذرة واحدة طلعت عندي اتنين مانجا، ادي واحدة وادي التانية، الاتنين طالعين من بذرة واحدة. حطيت دي في تربة وحطيت التانية في تربة. وده الجديد اللي حصل في الجنينة بتاعتي خلال الفترة دي، خلال الاسبوع ده. شكرا، واشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن. ما تنساش تعمل تشترك في القناة وتعمل لايك وشير للفيديو على واتساب وفيسبوك.
ما تنسوش تزرعوا المانجا لان المانجا خلاص الموسم بتاعها قرب يخلص. شكرا، واشوفكم في الحلقه الجايه من كايرو جاردن. مع السلامه.